Hello, my dear pupils. How are you doing today? I'm here and I'm full of energy today. I don't know why. يعني أني مليئة بالطاقة. الحمد لله يا ربي. حبيت نبعث فيكم هذه الطاقة. تكونوا حتى أنتم عندكم full of energy. وسبيسيالمون بما أنكم في فترة فروض ورايحين تروحوا للاختبارات إن شاء الله. So, أنا حبيت نقول لكم أنه هذا الفيديو درته لكم لانه جاء تحت الطلب تاع بزاف 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 تلاميذي اللي قالوا لي ميس ماذا بيك انك تديري لنا فيديو على وضعيه من الوضعيات المهمه في سيكونس نمبر 2 اللي هي ماي فافوريت تيشر. وذاتس مين ماي فافوريت تيشر، معناتها استاذي المفضل. استاذي المفضل هنا رايحين نهضروا فيه على يعني كل واحد فيكم يهضر على الاستاذ المفضل تاعو. انا درت لكم هنا سامبل اللي هو اكزامبلار يعني مثال، وانتم كل واحد فيكم تحبوا يعني تدوا هذا المثال، تحبوا تدوا فكره منه يعني كفكره باش تكتبوا حتى انتم على استاذكم المفضل. ماي فافوريت تيتشر هو يعتبر رابع توبيك وهو اخر توبيك في يعني اخر موضوع راح نطرقوا ليه في الوضعيات في سيكونس نمبر 2، وكذلك اخر موضوع يعني لانه احنا كنا درنا ديجا من قبل ثلاث وضعيات ديجا درناهم من قبل اللي هي childhood memories happy and sad experience، ودرنا كذلك dream career. so اليوم حبيت نطرق لاخر موضوع وبهكا نكونوا كملنا كامل المواضيع تاعنا. so let's start and let's go. my favorite teacher هو التايتل اللي هو العنوان. I have got a very special teacher in my life. يعني عندي كان عندي يعني أستاذ بزاف بزاف يعني special خاص في حياتي. In my school life في حياتي المدرسية I have met with so many amazing teachers. يعني التقيت بزاف الأساتذة الرائعين. But never found someone like her. يعني جامي شفت ولا وجدت أستاذ كما هي. Yes. She's my favorite teacher. نعم هي أستاذتي المفضلة. I'll write about her today. اليوم راح نكتب عليها. Her name is Amina Filloh. هي اسمها Amina Filloh. From Blida. هي من البليدة. She used to teach me English. يعني كانت تقريني اللغة الإنجليزية. I've never seen someone speak in English well like her. يعني جامي شفت واحد يهضر أونجلي مليح كما هي. She was 26 years old. كان عندها في عمرها 26 سنة. Her voice was really sweet and she used to recite poems and sing for us in class. يعني كانت تشوف لنا ولا كانت يعني دائما تقول لنا الأشعار والقصائد في القسم. I really enjoyed that thing about her. يعني كنت نحب هذه الحاجة منها. She was very punctual. كانت بزاف منضبطة. And has never been late in class. يعني جامي كانت تتأخر على القسم تاعها. Her teaching style يعني كيش نقوله يعني الأسلوب تاعها في التدريس was modern and a little bit different from another English teacher. يعني كان modern وكان مختلف شوية على التدريس تاع الأساتذة الآخرين. She was innovative and modern. يعني كانت مبدعة ويعني متطورة ولا هكذا يعني مودرن عصرية. She has got an amazing personality. كان عندها شخصية رائعة which makes her attractive. هنا رانا نوصفو فيها ألوغ رانا نستعملو في present simple. Attractive اللي خلاتها جذابة شخصيتها. Besides teaching she used to write articles. يعني بالإضافة إلا أنها كانت أستاذة كانت تكتب مقالات for local newspapers يعني الجرائد المحلية. Her favorite writing topic was history and I loved reading her writings. يعني وكان أحسن كتابة تكتبها ولا المواضيع اللي تكتب فيهم كانوا على التاريخ وأنا كنت نحب نقرأ لها الكتابات تاعها. She was really motivating. يعني الكتابة تاعها كان ولا أستاذتي كانت بزاف مشجعة motivating and nervous رائعة personality يعني شخصية. That all the students يعني حتى كل الطلاب ولا كل التلاميذ liked her يعني يحبوها. We respected her so much يعني نحترموها بزاف. And she loved us especially when we complete our homework. وتحبنا بزاف سوختو كي نكملو الواجبات المنزلية تاعنا. I wish to meet Mrs. Amina again and spend some time with her. يعني نتمنى أنه نلتقي بأستاذتي أمينة ونقضي معها بعض الوقت.
So this is our situation. هذا هو كان الوضعية تاعنا ولا الباراجراف اللي ممكن أنه حتى هو يجي يكون في موضوع من مواضيع تاع سيكونس نمبر 2. كل واحد فيكم دوك انا عطيت لكم فكره، نتوما كل واحد فيكم يقدر يوصف الاستاذ تاعو، ممكن يكون في الاستاذ تاعو بعض من هذو الاوصاف اللي كاينين في شخصيه تاع استاذتي انا. So this is our video for today. وهذا هو كان the last situation في sequence number 2، كانت اخر situation ديروها. situations اللي فاتوا يعني الوضعيات اللي فاتوا تقدروا تشوفوهم، راهم في القناه هم قدامكم كما راكم تشوفوا فيهم. So تقدروا تروحوا تشوفوهم. If you have any question، عندكم أي سؤال أي طلب أي استفسار خلوه لي في الكومنت، راح نجاوبكم إن شاء الله. إذا عجبتكم الفيديو واستفدتوا من هذا، ما تنسونيش باللايك، ما تنسونيش بالكومنت. وكذلك إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة فما تنسوش تشرفوني بالسبسكرايب تاعكم بالاشتراك وتفعل الجرس هكذا باش يوصلكم كامل the coming videos إن شاء الله، أي فيديو جديد إن شاء الله يوصلكم. So see you in the next video. Take care of yourself. Goodbye.